يبدو انه في دراسات انه الاكثر تعرض لهذه نعم لهذه الامراض او الالتهابات هم الاطفال. صحيح، وش السر الاطفال فيها يا تعرض دكتور؟ للسبب اللي قلناه الاول، موضوع قناه الستاكوس او قناه التهوية للاذن، شفناها مع بعض الحين صغيره وعرفنا انها بتختلف من الكبير عن الصغير. نعم هذا واحد. نمرة اثنين، الأطفال الصغار خاصة اللي في الثلاث شهور خمس لغاية خمس شهور مواليد دائما رضاعتهم وين؟ بقب الطفل على ظهره، نايم على ظهره لما بيرضع، صح، فبيسهل دخول الفيروسات أو الميكروبات اللي بتحلق للطفل بسهولة. هذا واحدة. وهناك في فرق بين الطفل اللي بيرضع من أمه وبين الطفل اللي بيرضع صناعي، فبنلاقي نسبة التهاب الأذن الوسطى كثير جدا بسيط عن الصناعي. اللي بيرضع من أمه. اللي بيرضع من أمه اللي بيرضع منه أقل 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 كتير. فلذلك حتى نوصل بعض الصحة العالمية يغير ويقول له يا ناس يا جماعة الخير، إلا الأم اللي بترضع لا تحرم طفل أقل شيء أقل شيء 6 شهور إن لم يكن سنة رضاعة طبيعية حتى نحميهم من إيه؟ مشكلة الأذن الوسطى. ليش؟ وهذه من الفوائد يعني السبب طيب. كثير أجهلها. ما هذا حليب وهذا حليب. الحليب الصناعي لازم ترضع الأم والبيبي وهو نايم على ظهره، وهذا مشكلة بتسهل دخول الميكروبات على قناة الساكس القناة الوسطى. لكن في صدر أمه، في صدر أمه حيكون قاعد في حضن أمه يعني اختلاف الوضعية، اختلاف الوضعية وضعية في الطفل. نمرة اثنين، الحليب تبع الأم معقم، سبحان الله ما فيش تعقيم رب تعقيم إلهي رباني. لكن الحليب الصناعي قد يحدث فيه بعض الشوائب بين أهل هو آخر. ثالث حاجة، الحليب تبع الأم في المضادات المضادات الحيوية أو سموها مضادات المناعة، وهذا لا يوجد في الحليب الصناعي. هذا واحد منهم. الأطفال قلنا السبب الأول قناة الستاكوس كانت أصغر طيب. وحجمها. نمرة اثنين، الرضاعة الصناعية هي بتزيد المشكلة معنا. ثلاثة، البلاسيفاير اللي هي الصناعية حتى وإن استمرت أي بتزيد يعني المشكلة 5 سنوات 6 سنوات. لا احنا بنحكي لغاية السنتين الأولانية وبعد كذا خلاص بصير رجال في المواليد هياخذ حليب اللي هو عايزه بعد كذا. خلينا للسنتين الأولانية شوف الحليب من خلينا للسنتين الأولانية طيب. قلنا هي اثنين. ثالث حاجة، استخدام اللهاية. واللهاية هذه المشكلة، أنا عارف هيسألون عليها كثير. طيب ايش اسوي؟ واللهاية هذه هي الفزعة هذه. بالعكس اللهاية هذه يعني طيب. نحن نشكر من صنعها لأنه يعني ريحنا. في ناس يشكروا من صنعها، ريحنا يا دكتور من الصراخ طيب. ومن إزعاج مظبوط. بس كل ما صرخ قالوا أعطوه اللهاية، أعطوه اللهاية. اللهاية هذه لما بحطها في فم الطفل ايش حتسوي؟ هي حتزود اللعاب، صح. وأصل اللعاب الطفل زايد لأن الغدد اللعابية بتفرز وما بتلاقي حاجة تهضمها. يعني حتى الامهات بيجوا 3 أو 4 شهور يا دكتور واد لعاب لعاب، طب لعاب موجود وين حيروح؟ شويه الحليب مش بكفي، لما يصير ياكل ويصير ياخذ سلاك 6 شهور 7 شهور ما بنلاقي الشكوى، ولان الغدد اللي عم تفرز ها بتلاقي حاجه تشتغل عليها. هو يمكن تكثر الشكوى دكتور، وهذه مهمه جدا. نعم. تكثر الشكوى لجهل الناس بطبيعه المرحله، وهو هذا حاجه الطب يعني لازم يسالوا او نتكلم فيها الثقافه. لو عرف الناس طبيعة هذه المرحلة العمرية أيوة. خصائصها الطبية والنفسية نعم. والكذا ممكن ممكن ما راح مستشفيات. مزبوط. احنا حكينا انه الرياجين في الثلاث اشهر او الست اشهر الاولانية لها سبب اخر، اللعاب بزيد طالما يعني زي ما يكونش في التهابات طبعا في الفم، فمعناته اللعاب زايد شوي بنتظر لما يبتدي الطفل ياكل بخف. فقلنا هذه اللهاية لما يحط الطفل محركها هيحرك اللعاب، زيادة اللعاب هذه بتسهل حركة إيه إذا في حاجة في الفم بدها تتحرك عن طعنات الساكس بكون سهل إيه أن نحن نقل. بس الأم تحتاج تقول لك طيب يا دكتور كيف سكتوا؟ هذه واحدة. الثاني حاجة تقول لك الأم على طول شغال في صباعه، فأنا عندي خيارين أخليه يمص صباعه ولا أحط اللهاية. مرة هذه ومرة هذه. مرة هذه ومرة هذه عشان نخرج من الملف. لكن الصراحة يعني احنا نبغى إجابة صريحة وصحيحة. إجابة صريحة. والتعامل الطبي في مثل هالأمور. لأن احنا إذا خلينا يحط إصبعه شغلة مش بسيطة ترى. ترى ممكن نخش المدرسة في أطفال ولسه إصبعه في فمه. معلق بفمها إصبعه. نعم خلاص البايب تبعه شغال على طول. يعني المغذي. مغذي وما برتاحش إلا إذا حطه في فمه حتى نايم. عجيب. لدرجة إنه في أم جابت الدواء الأزرق زمان إذا كنت فاكرينه. اي حق الجروح ذا اي وحق الجروح وحق الفم شغال على طول هذا في كله يعني. فجابوا اصبع الواد دهنوله يا يعني باللون الازرق علشان ايه الواد كان عمره 2 ونص تقريبا عشان يمتنع يعني يفهم. ظلوا حت فيه بسنانه لما شال الدواء الازرق وشال معاه الجلده يا الله عشان تخلص منه. فهذا فشلت الطريقه من مص الاصبع. لكن الا هاي الى حد ما وليس ننصحها على طول، يمكن تكون اخف شويه. يعني لو كان مثلا في اليوم يستعملوها مثلا 8 ساعات يعني ما نخش في تمه على طول، لأن الطفل من السهل يتخلص من اللهاية.
بعد سنتين أو يكبر وصح وغلط ونجيب له كوباية حليب ونجيب له كاسة ونعمل حركات زي هذه ممكن يمشي معاه. بس أبو الأصبع يعني كنا في مؤتمر طبي مرة في النمسا شايف أنا كنت هناك وقعدنا نتكلم كان الكلام على اللهاية والواد اللي حط أصبعه في تمه فما كانش في حل إلا يحطوا مادة مش عارف إيه الواد بيشيلها وقد تعمل له قيء وقد تعمل له مشاكل. واللي حط الأزرق اللي حكيت لك عليه مرة عندي هذا شال الجلد بالدواء الأزرق ما ظلش كلام. فطلع دكتور كذا بروف ما شاء الله عليه يمكن في 80 سنة قال يا أخي أنت الواحد لما أكون مع بايب حد بعرضه فيه مش بمص البايب الواحد فيكم السيجارة بقوا مرتاح خلاص سيب الواد يرتاح وخلاص خليه يعبر عن مشاعره خليه يعبر ويأخذ راحته مدام ما فيش فيها خطر وإذا صار مشاكل بنعالج. هو جابها كجوك يعني نضحك يعني ما فيش حل صحيح. إذا الحل في التعامل وسطية مع الهيئة الصغيرة هذه للأمهات مع أطفالهم التعامل يعني بقدر يعني منسوء من الوقت شبكها كده في المريولة الولد كده وعلى طول لا كل ما بكى حطها هذا غير صحيح على طول غير صحيح خففها بقدر المستطاع. طيب الدكتور الناس تسأل وكذلك من محاور عندنا